السلام عليكم البنات، اليوم راح نعطيكم وصفة تاع البيتزا السائلة. واحد الوصفة بزاف بزاف هايلة وروعة، يعني نتيجتها ما شاء الله. نتمنى تجربوها، دوك نجوزوا على بركة الله. للمقادير، المقادير واش عندي؟ عندي زوج حبيبات بيض، عندي زوج علب ياغورت طبيعي وزن 100 غرام، عندي كاس حليب، عندي نص كاس زيت زيتون ولا زيت سونغو ولا ديروا اميلونج، عندي مغرفة أعشاب عطرية تاع البيتزا، عندي نص مغرفة فلفل كحل، مغرفة ثوم، عندي شوية زعترة ومغرفة صغيرة ملح حسب الذوق، عندي مغرف صغيرة تاع خميرة تاع الخبز ومغرف صغيرة سكر، عندي باكي خميرة تاع الحلوى وزن 10 غرام، وعندي فارينة. هنا كيما راه موضح، هنا بالنسبة للعجينة. بالنسبة للتزيين، عندي هنا صلصة الطماطم، الوصفة تاعها موجودة عندي في القناة. واش درت فيها؟ درت فيها طماطم حب ربيتها مع سنين الثوم، درت كركم، عكري، كمون وفلفل كحل، درت الزيت، درت مغرفة طماطيش علب، ودرت مغرفة من الدرسة اللي خدمتها تاع الفلفل طرشي الحلو، خليتهم يطيبوا شويه فوق النار غاليه ولا زوج وطفيت عليهم، تحصلت على هذه النتيجه اللي راهي موضحه قدامكم. عندي هنا حبيبه فلفل وحبيبه بصل، قليتهم في شويه زيت، درت لهم شويه ملح بهذه الطريقه. بالنسبه للفلفل والبصل هذا الشيء اختياري، انا حبيت نزينها هكا اليوم. عندي زيتون اسود وزيتون اخضر، هنا تاني اختياري، تحبوا ديروا واحد فيهم، تحبوا زيتون ايفيلي هذا الشيء يرجع لكم. عندي فرماج هنا باش نربيه، عندي علباطون صغيره، وعندي معدنوس. دوك نجوزو مباشرة على بركة الله لطريقة التحضير. الحاجة نبدأ بها البنات هي ندي كمية تاع الحليب صغيرة باش ندوب فيها الخميرة والسكر. ندي كمية كيما هادي، ندفيهم فوق النار يدفاو شوية فقط باش ندوبو فيهم الخميرة والسكر كيما قلت لكم بهذا الشكل. الخميرة اللي قلت لكم مغرفة صغيرة تاع خميرة تاع الخبز ومغرفة صغيرة سكر. بعد ما دفيت الحليب نحطه فوق الخميرة ديالي والسكر بهذه الطريقة، نخلط المكونات ونحط نخليهم بجه واحد دقيقتين حتى لثلاثة قسمة تفاعل للخميرة، ونوجدوا مع بعض باقي المكونات يعني تاع البيتزا السائلة. الحاجة نبدأ بها نجيب زوج حبات تاع البيض ديالي، ندير معاهم النص كاس تاع زيت الزيتون، وانا نخلط بهذه الطريقه. قلت لكم بالنسبه للزيت تحبوا ديروا زيت زيتون، تحبوا زيت سونغو، تحبوا ديروا اميلونج. نخلط بهذا الشكل كما راه موضح هنا. نضيف زوج علب وزن 100 غرام تاع ياغورت طبيعي، اذا ما عندكمش ياغورت طبيعي تنجموا ديروا الرايب بهذه الطريقة. هذه البيتزا بإذن الله تعالى راح تتحصلوا على واحد النتيجة روعة. نديروا كاس تاع حليب، هنا الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ، يسمى بلا ما تدفيوه. فهنا اللي قلت لكم اعشاب عطريه، قد تنجموا تعوضوها بالزعتر. عندي فلفل اسود هنا نص مغرفه، عندي مغرفه معمره مليح ثوم يابس ومرحي، تنجموا الا ما عندكمش تستغناو عليه ثاني. عندي كميه من الزعتره وكميه من الملح حسب الذوق. نخلط هذه المكونات كامل مع بعض. هنا بعد ما تفاعلت لي الخميره ديالي بهذا الشكل، يسمى دابت تماما في الحليب، باش ما تعذبنيش في لاباط ديالي لازم نديروا لها هذه المرحله تاع الحليب باش تذوب الخميره مليح. ونبداو هنا نضيفوا في الفرينه تدريجيا. هنا بالنسبه للفرينه نجمو نكيلو بالكاس، تدينا حتى 3 كيسان بهذا الكاس. بصح هنا بالنسبه للفرينه كل فرينه وكيفاش، كاين الفرينه اللي تتشرب، كاين الفرينه اللي ما تتشربش. انا هنا ما راحش نكيل بالكاس، بصح نتوما كيلو بالكاس. نجيب الصفايه ديالي، اول حاجه نديرها ندير الباكي تاع خميره وزن 10 غرام تاع الحلوى، ونبدا ندير في الفرينه تدريجيا، ودوك نوري لكم القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. نتحصلوا على قوام كيما تاع الموسكوتشو وشويه ثقيل عليه. الفرينة لازم نغربلوها مع الخميرة،
ونستمروا في الخلط بالفويبر، كيسمى ما تستعملوش كامل اليد في هذه البيتزا تاعكم. القوام اللي تحصلت عليه تاع الخليط تاعنا تاع البيتزا السائله هذا هو، شوفوا بهذا الشكل يجي ثقيل. دوك انا هنا واش ندير، هنا تقريبا ادت لي 3 كيسان اللي كيلت بهم الزيت والحليب. الكاس هذا يرفد 150 مليلتر. دوك هنا انا واش ندير، نزيد نخلطها شويه بهذا الشكل، لازم نخلطوها، نغطيوها تريح 15 دقيقه. يسمى هاد البيتزا قد ما تريح مليح، تنجموا تخلوها نص ساعه ولا 15 دقيقه، المهم هي في النهايه لازم تريح. دوك هنا نجي بابي فيلم، يسمى فيلم اليمونتير، نجيب نغطي العجينه ديالي هنا قلت لكم باش تريح مده 15 دقيقه. بعد ما زدت خلطتها هاوليك القوام اللي نتحصلوا عليه، هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. دوكا احنا واش ندير، نحبطها كامل في الغيسيبيون، يسمى نسويها ونخلوها قلت لكم تريح مده 15 دقيقه حتى نص ساعه. نغطيها هنا بابي فيلم، هنا راني نوري لكم كامل في لي زيتاب تاع العجينه ديالي، وباذن الله على بالي راح تجربوها راح تفرحوا بالنتيجه بزاف. بهذا الشكل غطيتها بهذا الشكل كيما راهو موضح، نخلوها تريح مده 15 دقيقه. راني نقول لكم نعاود لكم 15 مينوت ولا 30 مينوت، كي قد ما تريح تعطيكم نتيجه روعه. دوك ان شاء الله باذن الله تعالى بعد ما تريح نعاود نرجع لكم. البنات بعد ما ريحت لي العجينه جبت هاد الليمون تاعي اللي كانوا من مشترياتي ودرت لكم فيديو عليهم، راح ندير فيهم البيتزا السائله. دهنتهم هنا بالزيت كيما راهو موضح، دوك هنا نعمروا بالوحده حتى نكملوا الكميه تاع العجين، من بعد نديروا الطوماطيش وبقيه المقادير اللي راح نزوق بهم البيتزا ديالي. ريحت لي بهذا الشكل كيما راهو موضح هنا. دوك انا هنا نحي لها بابي فيلم ديالها، خليتها ريحت تقريبا 30 دقيقه، تحصلت على عفوا تحصلت على هذا النتيجه اللي راهي موضحه. دوك هنا نبداو نعمروها على بركه الله في الليمون تاعنا الصغار. بسم الله نبداو هنا نعمروا على بركه الله، نستعينوا بلاسباتشيل تاعنا. هنا كي نعمروها ما نعمروهاش حتى الفم باسكو نديروا حساب الخميره. ديروا حساب خميره باللي فيها الخميره تاع لا ليفور شيميك وفيها لا ليفور تاع الخبز. دونك هنا نديروا حسابنا، نعمر بهذا الشكل نسويها هايلك. هنا الليمون ديالي انا عندي هنا كيما قلت لكم لا فوا باسي عندي لا بون كاليتي، بصح وشنو كيما نقولوا الاحتياط واجب، حبيت ندير لهم شويه زيت. دوك هنا ندير لاصوص طوماط تاعي، يسمى تمشي لكم فاسيلمون ما تقولوش ما تتمشاش ولا، وهنا راح تتحصلوا على نتيجه ما شاء الله بهذا الشكل. هنا مشيتها، ندير شويه فلفل والبصل اللي قلت لكم قليته في شويه زيت. هنا بالنسبه لا ديكوراسيون كل واحد كيفاش يحب، كيما نقولوا حنايا الوجود من الموجود. نعطيكم ان كونساي برك بالنسبه للطون، هنايا ما نديروش الطون في الاول، نديروه كي نخرجوا لا بيتزا تاعنا من الفرن، يسمى هنايا ما نديروش الطون دوك، نديروه في الاخير باش ما يتنحرقش على بالنا باللي الطون طايب. هاي ديك النتيجة اللي تحصلت عليها. دوك نكمل الكمية كامل بهذا الشكل. هنا بعد ما عمرتهم كامل في ليمول ديالي بهذا الشكل وزينتهم من فوق بلاصوص طومات والفلفل والطرشي اللي ذكرتهم لكم قبل، درت لهم زيتونات كيما راهو موضح هنا، شابة تاع زيتونات عجبتني. راني معكم سبونتاني البنات، راني دايرة هذه القناة تاعي دارنا الدوزيام، يسمى ماني نزوق لكم فيها والو كيما نخدم في طبيعتي كيما راني معاكم. بون دوك نعاود نولي لكم، تحبوا هاد لا بيتزا ديروها في سنيوه كبيره الا فوا وتقطعوها هذاك الشيء يرجع لكم، تحبوا ديروها في ديمول كيما هكا كيما راهو موضح. دوك انا هنا شعلت لا كويزينيير تاعي 5 دقائق مقبل على 180 درجه، دوك ندخلوهم يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيبوا. البنات طابت البيتزا السائله ديالي، تحصلت على هذه النتيجه لا موضحه قدامكم، جات بيتزا ولا اروع.
دوك نقرب لكم لا كامله، قسموا حبيبه مع بعض وتشوفوا كيفاش طيبتها. بالنسبه للليمون نقول لكم البنات ونعاود لكم، ما تعمروش ليمون حتى تفيد لكم، يسمى ديروا لاباط تاعكم في المول في لينون باش مع لاصوص طوماط باش تجيكم سهله في التنحيه. اونكاو ليمون تاعكم ماشي ملاح سوبوديوهم بلا فارين ودهنوهم بالزبده ولا بالزيت، كي تكونوا تنحوا فيهم سورتو الا كانوا مبرجين نحوهم بالموس بالعقل بالعقل حتى يتنحاو لكم كامل. دوك نقرب لكم لا كاميرا باش تشوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. البنات النتيجه اللي تحصلت عليها هاي اللي كمطحه قدامكم، شوفوا شحال طريه يعني ما شاء الله. نفتحوا حبه مع بعض، بسم الله. هاي ليك النتيجه اللي تحصلت عليها من الداخل، جات اون دي ريبونج ما شاء الله. يعني انا تعرفوني ما نحبش نغنجق الحاجه بزاف، دونك احنا هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. نتمنى تجربوا الوصفه ما راحش تندموا عليها. تحبوا ما ديروهاش في ليمون الكاري كيما درتها انا، تحبوا ديروها في سنيوة على فوا، المهم الوصفه بنفسها هي وصفه ولا اروع، ما من المذاق تاعها روعه. نتمنى تجربوها. نقول لكم صحه عشاكم، امسيه سعيده. اللي اول مره يشوف الفيديو تاعي يدير لي جيم يابوني ويفعل الجرس. نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. سلام سلام.